السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام مرحبا بكم في قناه المطبخ الصحي التقليدي متتبعينا كنشكركم بزاف بزاف على التشجيع وعلى اشتراك في القناه وكنطلب من الناس الجداد يلتحقوا بنا حتى هما لهم شكرا جزيلا واللي اول مره كيشوف الفيديو وعجبو الفيديو يدير جيم معنا باش يوصلوا كل جديد وما تبخلوش علينا فتعاليق بتاع... ديالكم والبارطاج مع العائله وباش تعم الفائده المهم كنشكركم كلكم جزيل الشكر اليوم ان شاء الله غنهضروا على واحد المكونين الصراحه ماشي مكونين ثلاثه ثلاثه المكونات اللي جد جد قويه وصحيه ومفيده للصحه ديالنا ومذكوره في القران والتين والزيتون يعني سبحان الله ربي يجمعهم يعني في في القران التين والزيتون راه فيهم واحد فوائد كثيره كثيره في الصحه ديالنا بالنسبه للنزلات ديال البرد بالنسبه في اللي كتجي الكحه ولا الكحبه وكتصفي الصدر وكترفع المناعه الفوق هذا الشيء كله انها كترفع المناعه بواحد الدرجه اللي قويه وكيف ما كتنزلت البرد وكتاخذوا هذا الكرموس اللي مرقد في الزيت الا المناعه كترتفع والجسم كيقاوم كي واللي عنده نقص فيتامين دي اللي عنده نقص فيتامين دي راه هذه هي اللي كتطلع على فيتامين دي بواحد الدرجه خياليه ويعني مجربه راه الناس دارت تحاليل وكان عندها فيتامين سي نقص بزاف دومات هاد هاد الوصفه هذه فاش كيرجعوا المره الثانيه تبارك الله كيجبروا فيتامين دي سقات لهم لان مهمه مهمه اللي عندهم فيتامين دي ناقص هنا آه غادي عندنا الزعتر والزيت والكرموس الكرموس يعني التين آه الشريحه كل واحد كيف كيقول عندي هنا واحد الكميه ديال الكرموس او الشريحه اللي انا غسلتها ضروري تغسل من الغبره وديك <applause> الشيء ودرتها تستقطر <applause> مزيان وبلست نقيتها حبه بحبه حيت لهاديك ديك الرويس المجني انا كنحلها علاش يعني لان كتعرفوا الكرموس ضروري كتكون فيه شي حاجه المهم باش نشوفوه من الداخل نقي فيه شي حاجه باش ملي تجي تاكلها بلا ما تولي تحلها وعاد تقلبها حليته كله قسمته هكذا على جوج وحيت له ديك المجني ديالو ولا شي ضريبه اللي كتكون ما صالحاش كنحيدوها هانتوما كتشوفوا معايا دابا عاد نردو انا يتبخر لان يعني انا تاع تحليتو ماشي نبخرو عاد نجي نقلبو نقيه نقيتو قبل ما يتبخر دابا هكذا عندي ساهل هو راه رطب ملي تخسر رطب ولكن باش يزيد يجرطب مزيان غير نديرو فوق نديرو في الكسكاس وردو يتبخر ها هو دابا بعد دا ما بخرتو هانتوما شوفوا كيف ولا يعني زاد رطب بزاف هنايا عندي الزعتر الزعتر غادي يعطيه واحد الطاقه يعني راه الزعتر كيرفع المناعه يعني ضروري يكون في هذا الكرموس انا ما كنديرش الثومه كاين الناس اللي كدير الثومه ولكن على حسب كل واحد شنو كيعجبو انا هذه مجرباها ويعني حتى فاش كياكلوها الدراري الصغار ولا الكبار كلشي كتعجبو بالنسبه للثومه اللي كيقدر عليها يديرها انا ما كنديرهاش كندير ديال الزعتر كندير غير الزعتر لان الزعتر كت الزعتر يعني واحد مكون جد رائع لرفع المناعة ورا كتسمعوا دكتور الفايد ولا دكتور حليم كينصحوا به بزاف بزاف لان الزعتر كيرفع المناعه وكان به يتشرب بحال اتاي ونعملوه بحال هكذا لا في الطبخ ديالنا ولا في كل شيء انا هنا كنحل هاد الكرموسات وكنعمرهم بالزعتر يعني ما قبلتش الرشيت انا كندير الطريقه يعني باش كيدخل فيها مزيان وتحيدوا العويدات اللي كان شي عويدات كتحيدوه وهنا كنستمر مره في العمليه حتى نكمل ان شاء الله الزعتر خليتو ورقات هكذا حكيتو. ما حكيتوش زعما بين يدي ولا شي حاجه خليتو هكداك وريقات وكي غير قلت بالنسبه لي كيديروا فيه الثومه ما زعما الوصفه كيف مذكوره هكذا في القران التين والزيتون احسن كنظن احسن والزعتر لان كيف قلت ماده كترفع المناعه يعني كنزيدو نعطيو ديك الزيت والكرموس اولا التين كتزيدو واحد القوه واحد الطاقه باش كيخرج ديك كي ما ما كي اللي كيحتاجو الجسم كله كيستافد منه وفي الخصوص في هذا البرد هذا راه انا كملت ديك الكميه كلها هذا ديال العام اللي فات باقي عندي ثم كتشوفوا هذا كنت رشعلي عليه غير الزعتر من الفوق باقا الزيت حلوه عندي لأننا انا هاد القرعه واخا كتشوفوها هكذا شفافه راه ما كنخبحهاش هكذا آه كنلوي عليها واحد المنديل باش ما تضربش فيها الاشعه كنلوي عليها منديل مغلوق وكنديرها عاد في البلاكار دائما كتكون مخبيه عندي المهم ديك الزيت والكرموس اللي كانت عندي العام اللي فات كنزيد عليها ديال هذه هذه عاوتاني وكنعمر القرعه كنظن ديك الزيت راه غتكون كافيه ما غنحتاجش باش غنزيد لا تبارك الله كافيه والكرموس راه انواع راه في عندنا بزاف الانواع انا عندي هنا شويه ديال البيض واغلبيه عندي يعني كحله ديك الغدان وراه كلها كل شيء بحال بحال راه كله مزيان جميع الانواع ديال التيل راه مزيانه لا الكحله ولا بيضه ولا كاينه اللي موفيه راه كل شيء مزيان ديك اللي كتكون عن قحمه حتى هي فاش كتيفس كتعطي جوج اللوينات الموف و... وتقريبا الكحل هكذاك مغلوق كنضغط عليها راه الزيت راه كفات هانتوما طلعات من الفوق نبقى يعني نزيد غير بشويه باش ما تفيتش ومني تكون عندكم الزجاج القرعه الزاج الزجاج هكذا شفافه راه ما خصهاش تكون في اشعه ديال الضو ديروها بديك الخنيشات اللي كنشريو فيهم الخضره اللي دايرين بحال الثوب تكون شي لون مغلوق وكديروها فيها وتخبيوها ولا درقوها بشي منديل ها هي دي وجدناها هانتوما تبارك الله ما شاء الله نطلبوا الشفاء للجميع يا ربي تشافي كل مريض وهاد الوصفه راه خاصها تكون في اي بيت في اي بيت خاصها تكون هاد الوصفه عنده في الدار وراه مزيانه للصغير والكبير الدراري الصغار دابا كيبدلوا له الحل كيسخن ومره كيبرد كي بالعشيه وبالليل الانسان كتجي ديك النزلات البرد تكون عنده هاديه في الدار مو شي حاجه اللي بسيطه ومفيده ورا كل شيء كيعرفها احنا غير كنذكروا صافي راه كل شيء تبارك الله كيعرفها اه الحمد لله الانسان بقى واعي بهذه المسائل الصحية وطبيعيه احنا كنشاركوها معكم غير للتذكير فقط هذا اه هو النوع الكرموس اللي كان عندي هذا والزعتر الزيت بلديه ضروري اه و وقرعة الزاج ما ديروش في البلاستيك ديروا في قرعة الزاج باش تبقى محافظة على المكونات ديالها لان لابني بني في البلاستيك راه البلاستيك كيطلق ديك المواد في في الغذاء ديالنا الوصفه وجدات وبصحه وراحه نتمنى تنال اعجابكم وغنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تنسوناش بجيم و... مازال ما, ما اشترك في القناة يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكنشكر جميع المتتبعين وكنشكر الناس الجداد اللي التحقوا بنا شكرا جزيلا على الدعم وعلى التشجيع ديالكم شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وحفظه